شويه والاكل هيكون جاهز يا نين نعيم. انت اللي طبخه؟ ده السؤال؟ هو انت ينفع تاكل من ايد حد غيري؟ والله وحشني طبيخك عايده. النبي يا بختي. كويس والله ان لسه في حاجه من ريحتي بتوحشها. انا جيت اهو. مش جيت؟ الغيبه بتطول. وحشني قوي يا حمزه. قد ايه بقى؟ لما بتهرب مني كل ما بحاول اقول لك كلمه حلوه. ما هو انت لما تبطلي تقولي لي كل الكلام اللي بتقوليه ده هتلاقيني موجود على طول. ايه اللي جابك؟ مزعلاك؟ هو لازم يبقى في حاجه عشان اجي؟ امال ايه؟ انت ما فيش حد بيخاف على زعلك غيري. ما برتاحش غير هنا. عشان كده سميته الحب والسلام. السلام علشان بترتاح، والحب عشاني أنا، مش كده؟ مش أنت بتحبني يا حمزة؟ عملنا غدا يا حبيبتي. تهرب برضو يا ابن عمي بشوقك، بس انا عذراك كل مرة بترجع متنكد من عندها بتقهر، بحس ان انا السبب. خير 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 خير. نفسي اقول لك تسيبها بس حكم القوي. عينا أنا مش هحرم ياسين ابني من أمه. أنا مش عايزه يحصل معاه اللي حصل معايا. سكر السيرة دي بقى. أخبار الدنيا هنا إيه؟ مفيش جديد. الشيلة تقيلة يا حمزة، وأنا في الأول وفي الآخر ست ولوحدي. ست؟ ست إيه؟ ده أنت ست الستات.